تأبى انه مغير السرحان يسجل في مرماهم، يحاولون شوف التمركز، شوف التمركز الممتاز، شوف القتال على الكرة من معان، لكن مغير السرحان يحاول تصويب، الله ضربة جزاء، ضربة جزاء حاضرة، ضربة جزاء حاضرة في هذه اللحظات. أخيرا مغير السرحان وصل إلى مبتغاه، وصل إلى ما يريد، شوف التصويبة الأخيرة اصطدمت به المحترف السنغالي محمد فال، وضربة الجزاء وقرار سريع من الحكم أحمد فيصل في الدقيقة 5 المحتسبة، وقت بدل ضائع. مغير السرحان على أعتاب التعديل، على أعتاب التقدم، التقدم والتعادل في النتيجة، التعادل يكون حاضر بأول هدف يكون حاضر لمغير السرحان في بطولة الدوري. هنا يأتي اللاعب صهيب أبو هشهش، لربما يأتي صهيب أبو هشهش على التنفيذ. أي نعم، هو صهيب المتعهد المتمرس الهداف لمغير السرحان، يتقدم، جول، الله في مغير السرحان. لا تسألني من يسجل، لا تسألني من يحرك الشباك، انظر إلى الطاحونة صهيب أبو هشهش، انظر إلى امتداد الهداف، انظر إلى القذيفة من هذا اللاعب الذي يسجل أول أهداف مغير السرحان في بطولة الدوري، ويسجل هدف التعديل في الوقت الأخير، في الوقت البديل، في وقت يحتاجه الفريق لهدف تعادل.